سماحيه عليك 14 مع يوم الجمعه الجامعه الكبيره الشيخ عيسى بكل عشائرها لمناقشه التجاوز الحاصل على الاستاذ صالح العساوي من قبل هيبه الحلبوسي، وتم مناقشه كل ما جرى بينهم عندما كانوا بضيافه محمد الحلبوسي في مقره الخاص، حيث اعتبر ما جرى تجاوز على عموم قبيله البعيسى من قبل هيبه الحلبوسي واخوانه. وبعدها خرج المجتمعون بالبيان التالي: اولا، على السيد محمد الحلبوسي ان يقدم اعتذاره لقبيله البعيسى ويقسم بانه ليس له علاقه بهذا الامر ولكون القضيه صارت في بيته الخاص. ثانيا، على محمد الحلبوسي وقبيله البعيسى تظهر امام الاعلام وتتبرر على محمد الحلبوسي وقبيلة حلاكة تظهر أمام الإعلام تتبرع من هيبة الحلبوسي على هذا العمل الجبار. ثالثا، بخصوص هيبة الحلبوسي وإخوانه، يعتبر مطلوب عشائرية للبعيسى وتغرى كافة مكاتب التابعة له في قضاء العامية. المجتمعون قبيلة البعيسى بكل أطيافها وعشائرها.